المستجدات. بالنسبة لفريق الجيش الملكي بدأوا بالخبر يعني التغيير الإداري يعني في الارتباط مع الكاتب العام اللي هو الطيب البناني اللي كشغل يعني هذه النصف السنوات الأخيرة، وبالتالي فكان التغيير ديالو الأسباب يعني حاولنا نستوعب يعني الأسباب، ولكن ما يعني ما كانش هناك يعني الحقيقه يعني باش اننا نعطيو يعني السبب، ولكن يعني في المراسلات المقبله ان شاء الله نعطيو يعني السبب يعني الحقيقي باش علاش تم اتخاذ هذا القرار بالنسبه للكاتب العام اللي هو الطيب بناني، واللي هو ايضا كيتشغل حتى يعني كوتش مونتال يعني كان تيساعد حتى طالب يعني كان شاغل في المرحله ديال الحجر الصحي، ولا حتى في يعني في الدورات الاخيره وحتى في الموسم الماضي يعني عنده شهاده في الاعداد النفسي، وكان يعني طالب كان يعني كيستعد به، كانت عنده حصص كثيره وكان عمل يعني كان داير عمل مع اللاعبين، لكن هذا كان مستجد على مستوى الاداري، وكان ايضا مستجد على مستوى يعني الطاقم التقني بالحاق جوج ديال العناصر عادل السراج يعني كمدرب مساعد ثاني، وايضا خالد العسكري ك يعني حارس ثاني كنعرفوا مدرب مساعد هو محسن بولال، وايضا الحارس ديال الحراس هو فريد سلامات، وبالتالي تم الحاق يعني هاد جوج ديال يعني اللاعبين هما سابقين ايضا ديال فريق الجيش الملكي، ولكن اللي كاين يعني اللي كاين هو ان طالب هو اللي كان طلب باش ان يكون هناك مساعد ديالو، علاش؟ لان عنده في يعني عنده في الطاقم او في اللاعبين ديالو عنده 34 لاعب، بالتالي فكان كخصو يعني مدرب اخر اللي يساعده بالاضافه الى محسن بوهلال، وكان دار طلب اداره ديال الفريق وكان عنده دي سي في، وفي الاخير اختار يعني عادل السراج، عادل السراج اللي عنده علاقه معاه مزيان يعني كما كان قال طارق، فهو دربه اول شيء في النادي المكناسي وكذلك مع النهضة البركانية، وأيضا شاف حتى التكوين الأكاديمي ديالو فهو في المستوى، بالإضافة إلى أنه ابن الفريق، إذا مجموعة من الأسباب اللي خلات عبد الرحيم طالب أنه يختار عادل السراج باش أنه يلتحق بالطاقم التقني، وكنعرفوا يعني حتى عادل السراج فهو يعني لاعب اللي يعني دوز يعني واحد الفترة يعني يمكن نقول بأنها ذهبية مع فريق الجيش الملك، وكان من العناصر يعني المحبوبة لا عند الجمهور لا حتى داخل النادي، إذا السراج هو يعني مدرب مساعد ثاني، ولكن بالنسبه للحارس الحارس الثاني اللي واخد العسكري كان اختيار ديالو من الاداره ديال الفريق ماشي من طالب، بالتالي فالاداره اختارت خالد العسكري، وكنعرفوا خالد العسكري ايضا حارس سابق وايضا هو يشتغل ايضا حتى في السلك العسكري، وبالتالي حتى للفريق ديال الجيش الملكي فهو عنده يعني عنده خمسه ديال الحراس اللي كيتدربوا معاه، وبالتالي فكان لابد ان فريد سلامات يكون عنده مساعد، يعني عادل السراج غيتكلف باللاعبين الامل، يعني كاين 11 لاعب الامل كيتدربوا مع فريق الجيش الملكي، وبالتالي تم اختيار ديال هاد العنصر هذا باش انه يلتحق الطاقم التقني. بالنسبه للاستعدادات ايوب، فالاستعدادات فهي كتمر في اجواء جيده، الفريق فهو كيواصل التدريب ديالو، اليوم عنده مباراه وديه مع فريق المغرب الفاسي، فغادي يلعب فيها طالب يعني غيركز فيها على اللاعبين الاساسيين، يعني كما كان قال غيلعبوا 70 دقيقه بالاضافه الى اللاعبين يعني الاحتياطي اللاعبين الشباب، وغدا غتكون عنده ايضا واليوم عنده مباراه مع شباب المحمري كتجرى في هذا الاثناء، وغدا غتكون مباراه اخرى مع فريق المغرب الفاسي، المره غادي يلعب يعني اللاعبين الاساسيين اقل من اللاعبين يعني الاحتياطيين، فغيلعبوا حوالي نصف ساعه في هذا الوقت، غادي يعطي وقت كثير اللاعبين الاحتياطيين، اننا غتكون اخر مباراه وديه يوم السبت المقبل غتكون مع سريع والضم، هنا غيعتمد فيها على اللاعبين الاساسيين اللي غادي يكونوا في اول يعني اول دوره اللي غيواجه فيها فريق اتحاد طنجة، اذا هذا هو البروغرام اللي غادي يمشي به فريق الجيش الملكي في هذا الاسبوع، على كما قلنا اليوم مباراه وديه مع الشباب المحملي وغدا مع المغرب الفاسي، والسبت المقبل فهي غتكون مباراه مع فريق سريع والضم، وغتكون هي اخر وديه في مسلسل ديال الوديات اللي كان جرى، يعني مجموعه المباريات الوديه دارهم فريق الجيش الملكي في هذه المرحله ديال الاستعدادات، شنا لعبوا مع وداد فاس، لعبوا مع الدفاع الحسني الجديدي، اتحاد الخميسات، اتحاد توارقه، نص بركان، بالاضافه لها ثلاثه ديال المباريات. وبالنسبه للانتدابات والميركاتو فهو من ناحيه اخرى سهله.
فعلا بالعكس، هذا هو الموضوع اللي كنت باغي نختم به، يعني المراسله دي او تم يعني الاقفال ديال الميركاتو ديال فريق الجيش الملكي. اربعه ديال اللاعبين باش نذكر، اربعه ديال اللاعبين الاساسيين بانغالا، واللاعب ايضا جاد اصواب، ثم هناك زكريا فاتي وربيع حريمات اللي كان اخر لاعب، بالاضافه الى العوده ديال اللاعب الخلوي اللي هو لاعب كان معار للفريق. كما نعود نذكروا عبد اللطيف، اربعه قلتي بانغالا، نضيفوا لهم حريمات، جات اصواب وجات اصواب، وايضا واللاعب الخلوي اللي رجع، الخلوي اللي رجع قلنا جاد اصواب، قلنا بانغالا وزكريا فاتي. زكريا فاتي واللاعب رضا المهناوي، هذا تم تصعيده بالفعل، راه تم تصعيد يعني واحد سته ديال اللاعبين ديال الامال اللي يعني تم التصعيد ديالو كما قلنا، وكاين اللي مشدين يعني في اللائحه النهائيه. وكما شتي يعني ايوب، فالميركاتو ديال فريق الشمال ما كانش محرك كثير، وكان الاعتماد على يعني ديال اللاعبين الامال وايضا اللعابه ديال العناصر، وما نساوش ايضا التمديد ديال كل من جوزيف كنادو ايضا اللاعب بورغيس، يعني هاد جوج ديال اللاعبين تم التمديد ديال العقد ديالهم عامين في عامين، بالتالي تعتبر هذه خطوه يعني مهمه ديال هاد اللاعبين هادو باش انه يضافوا عنا اللائحه اللي ضمن فريق الشمال باش انهم يبقاو بال يعني بالفريق. كما قلت يا ايوب، يعني حسب يعني الاتصالات ديالنا، ف يعني الميركاتو بالنسبه ديال فريق الشمال كيف هو السد، وبالتالي فالان غيبقى العمل وانتظار ديال المرحله الاولى، والتدريب كتجري في اجواء جيده، تدعم فقط الغياب ديال كل من الرحول اللي مازال يعني عنده اصابه على مستوى يد، واللاعب ترخات اللي ايضا كان تعرض للاصابه على مستوى كحل ضد ناس بركان، وايضا يحمل جابره، وجوج ديال اللاعبين فهم منتظر انه باش ما غادي يكونوش يعني في الدورات الاولى. هذا في الوقت اللي رجع يعني الاسبوع هذا رجع زكريا فاتي ودخل مع المجموعه، لانه ايوب كان زكريا فاتي كيدرب فقط مع كان عنده برنامج خاص كيدرب يعني بطريقه منفرده، بالتالي فهو دخل مع المجموعه وغادي يكون جاهز في المباراه الاولى امام فريق المغرب او عفوا امام فريق اتحاد طنجه. اذا هذه اهم الاخبار اللي كتم ايوب ابتداء ديال فريق الجيش الملكي. عوده اليه المجموعه من اللاعبين الجدد، بدايه بجاد الصواب لاعب اللي كان في بني ملال، نستمعوا ليه كيتكلم على التعاقد ديالو مع فريق الجيش الملكي. جاد اصواب 25 سنه مدافع اوسط، تم التوقيع ديالي على عقد كيمسد 3 سنوات. من بعد اتصالات اللي كانت عندي مع الاداره تقترح لي ان كاين بروجي في فريق الجيش الملكي، الحاجه اللي خلاتني انني ما نطرحش اسئله بزاف وانني نوقع لفريق الجيش الملكي، وكنتمنى انني نكون حسن ظن الناس اللي وضعوا فيا الثقه. جاد اصواب لاعب مدافع من فريق رجاء بني ملال، اضافه لاعب ربيع حريمات ميليو اوفونسيف اللي وقع في ليفار قادما من نادي قنيطره. نسمعوا لربيع. حريمات محمد ربيع 26 سنه مركز وسط ميدان، وقع تعاقد المده ديالو 3 سنوات مع فريق الجيش الملكي. كنشكر الاداره والستاف التكنيك اللي داروا فيا الثقه، على راسهم المدرب سعد الرحيم طالب. كنتمنى من الجمهور العسكري يساندنا وما يبخلش عندنا بالتشجيعات، واخا حنا عارفين باللي هما بعادين علينا، وان شاء الله هذا العام يكون غير الخير. مهناوي هذا لاعب من الفريق ديال ليفار فريق الجيش الملكي اللي تم توقيع عقد احترافي معه. رضا مهناوي 21 سنة ظاهر أيمن، تنيت عقد احترافي مع فريق الجيش الملكي مدة 4 سنوات. عجبني البروجي اللي قدمته لي الإدارة، نتمنى نكون أنا من هذا البروجي، واللي ليا هو نتقاتل على هذا التونيك. رسالتي للجمهور العسكري، ساندونا ووقفوا معنا، وإن شاء الله نكونوا عند حد الظن ديال الجميع.